من جانبها أشارت الأستاذة هالة رمزي فايز النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بعمل السلطة التشريعية، لا سيما مساعي معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس في ترجمة كل الجهود الممكنة لخدمة الوطن والمواطن. تميز دور الانعقاد الماضي بالتنسيق والتعاون مع مجلس النواب وكذلك الحكومة الموقرة في مناقشة القوانين التي عرضت على المجلس، وهي مختلف قوانين، كانت مراسيم بقوانين أو مشروعات بقوانين، وأيضا قوانين كانت في الأصل اقتراحات من السادة أعضاء مجلس الشورى. فطبعا من أبرز التشريعات كان قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2019 و2020، حيث انصبت مناقشات المجلس على بداية خفض الدين العام، أهمية خفض الدين العام، وأيضا على ضمان استدامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إن كانت خدمات اجتماعية أو تعليمية أو صحية أو إسكانية. وطبعا هنا نحب أن نؤكد أن مجلس الشورى برئاسة معالي الرئيس السيد علي بن صالح الصالح يعمل دائما لتحقيق وإنجاز كل ما فيه الخير لمصلحة الوطن والمواطن، تفعيلا طبعا لتوجيهات القيادة الحكيمة ورؤيتهم في التي هي تعتبر منهج عمل لجميع المؤسسات الدستورية.